السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الحي الخامس لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار مال 101. مرحبا، مرحبا بكم. وعليكم السلام، مرحبا بكم. إذن هذا لقاءنا رقم 5، وفقط بعض اللحظات ننتظر إمكانية التحاق بعض الأخوة والأخوات إلى منصة اللقاء. إذن اليوم بإذن الله راح نستعرض المحاور التالية. المحور الأول، القروض المصرفية طويلة الأجل. ما المقصود بطويلة الأجل؟ راح نشوف كذلك الأسهم العادية، والأسهم العادية كذلك هي من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة للشركات. كنا رينا في الأسبوع الفارط السندات، والسندات هي مصدر من مصادر التمويل كذلك طويل الأجل والمتاح للشركات. اليوم راح نشوف الأسهم العادية. ما هي الأسهم العادية؟ ما الفرق بين الأسهم العادية والسندات؟ وكذلك راح نركز على الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة الحقيقية للأسهم العادية. المحور الثالث، مزايا وعيوب الأسهم العادية بالطبع من منظور الشركة المصدرة. ما هي المزايا التي تحصل عليها الشركة من خلال إصدار الأسهم العادية؟ وما هي العيوب التي يعني ذلك تواجهها الشركة عند إصدار الأسهم العادية؟ وحنشوف كذلك مزايا وعيوب إصدار الأسهم العادية من منظور المساهم، حامل أو صاحب الأسهم. الفقرة الرابعة، الأسهم الممتازة. راح نشوف ما معنى الأسهم الممتازة، ما الفرق بين الأسهم الممتازة والأسهم العادية، وفيه تمرين حساب تكلفة السهم الممتاز. وأخيرا راح نستعرض مصدر كذلك من مصادر التمويل طويل الأجل، وهو مصدر تمويل داخلي للشركة ويسمى الأرباح المحتجزة. راح نشوف ما هي مزايا وعيوب التمويل عبر الأرباح المحتجزة. وفي نهاية اللقاء بإذن الله يعني نحاول نعطيه سؤال أو اثنين أو ثلاثة حسب الوقت على شكل كويز. وبالطبع يعني غالبا يتم أخذ الأسئلة من اختبارات سابقة، وباش يعني نقيس أو نتأكد إن شاء الله مدى يعني فهم المحاور الرئيسية في هذا اللقاء. إذا نبدأ المحور الأول حقاتنا اليوم، وهو يعني القروض المصرفية طويلة الأجل. إذا هذا المحور الأول. القروض المصرفية طويلة الأجل زي ما اسمها يدل على ذلك، هي قروض يتم الحصول عليها من قبل البنوك. يعني الشركة مثلا لو تحتاج إلى تمويل من ضمن المصادر المتاحة لها بخلاف السندات اللي ريناها الأسبوع الفارط. السندات يعني اللي هي الأوراق المالية طويلة الأجل، اللي يتم أدوات الدين التي يتم إصدارها في السوق المالي. كذلك الشركات تقدر تتحصل على تمويل من خلال ائتمان مصرفي أو قروض مصرفية طويلة الأجل. أكيد طويلة الأجل تتجاوز سنة، الغالب يعني أكثر من 5 سنوات، يعني 5، 7، 10، 20 بالطبع على حسب مدة القرض. وبالطبع الشركة تحتاج إلى القروض طويلة الأجل لتمويل الاستثمارات حقتها، لأنه تعرفوا الاحتياجات الطارئة أو الاحتياجات القصيرة الأجل غالبا يتم تمويلها من خلال قروض قصيرة الأجل، ولكن لتمويل الاستثمار يتم الاعتماد على القروض أو على التمويل طويل الأجل. ومن ضمن
مصادر تمويل طويل الأجل، القروض المصرفية طويلة الأجل. إذن هذا فيما يخص القروض المصرفية. بالطبع القروض المصرفية تقدر تكون يعني قروض موافقة مع الشريعة الإسلامية، صيغ تمويل إسلامي راح نشوفوها إن شاء الله في اللقاءات المقبلة، مثلا إما يكون على شكل مرابحة أو استصناع أو سلم أو غيرها، أو يكون بقرض ربوي، وبالطبع هنا تكون من خلال فائدة، معدل فائدة. وبالطبع المعدل الفائدة يختلف حسب العميل، فبالطبع البنك يحسب الفائدة، يأخذ بعين الاعتبار عديد العوامل منها علاوة المخاطر، فكلما تكون مخاطر العميل مرتفعة كلما الفائدة اللي حملها البنك على العميل تكون مرتفعة. إذا هذا بالنسبة لمحور القروض المصرفية طويلة الأجل. من المصادر الأخرى المتاحة للشركة للتمويل الأسهم العادية، الأسهم العادية بالإنجليزية common stock. إذا ما هي الأسهم العادية؟ بالطبع هي أداة مالية قابلة تداول، هي تسمى أداة ملكية عكس السندات. كان تتذكروا السندات قلنا هي أداة دين، السند هي أداة دين، يعني تثبت لحاملها أنه يعني سيتحصل على، أو تثبت لحاملها دين محدد، في حين أن الأسهم هي أداة ملكية، يعني تخول لصاحبها الحصول على توزيعات نقدية في صورة الشركة حققت أرباح. فإذا هي تعبر أو تمثل حصة من ملكية الشركة، فهي أداة ملكية، هي مالية يتم تداولها. نقول يتم تداولها معناتها تنباع وتشترى في السوق المالي، وبالطبع تصدرها الشركات في السوق المالي. حامل السهم، حامل السهم العادي نسميه المساهم، يحق له إيش؟ يحق له الحصول على أرباح لو شركة حققت أرباح، لذلك يحق له المشاركة في التصويت في الشركة، يعني لأنه يعتبر يعني عنده أداة ملكية، يعني يحق له التصويت، يحق له أخذ القرار، بالطبع يحق له الحصول على نسبة من الأرباح في حالة أن الشركة وزعت أرباح. وهذه تعتبر إذن الحقوق المترتبة بالنسبة للأسهم العادية. بالنسبة للأسهم العادية لازم نفرق بين ثلاثة أنواع من القيمة. ثم القيمة الاسمية، اوكي، والقيمة السوقية، وثم قيمة اخرى تسمى القيمة الدفدرية. خلينا نبداو بالقيمة الاسمية، كذلك هذه من الاسئلة التي يمكن تطرح انك لازمك تفرق بين القيمة الاسمية للسهم، القيمة السوقية للسهم، والقيمة الدفدرية للسهم، ومن التفرقة بيناتهم. خلينا نبدأ بالقيمة الاسمية. القيمة الاسمية بكل بساطة هي القيمة المسجلة في عقد تأسيس الشركة، يعني هي قيمة ثابتة يتم يعني من خلالها حساب رأس مال الشركة، فهي إذن القيمة المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة، وهي كذلك القيمة التي على أساسها يتم حساب الأرباح أو توزيع الأرباح كنسبة مئوية. وإذا يعني القيمة، لو تضرب القيمة الاسمية للسهم الواحد في عدد الأسهم يعطينا إيش؟ رأس مال الشركة. فإذا رأس مال الشركة ورأس المال المدفوع متكون من إيش؟ من عدد الأسهم مضروب في القيمة الاسمية. قلنا القيمة الاسمية هي ثابتة مسجلة في عقد تأسيس الشركة، وهي على أساسها كذلك يتم حساب أو توزيع الأرباح كنسبة مئوية. ما هي القيمة الدفدرية هنا الآن؟ دورينا القيمة الاسمية، قلنا القيمة الاسمية موجودة في عقد تأسيس الشركة، وقلنا هي يتم على أساسها توزيع الأرباح، ويتم من خلالها كذلك حساب رأس مال الشركة. ما هي القيمة الدفدرية؟ القيمة الدفدرية هي أشمل،
فيتم الحصول عليها من خلال ايش؟ يتم الحصول عليها من خلال قسمة، ليس فقط رأس المال على عدد الأسهم، ولكن يتم الحصول عليها من خلال قسمة حقوق الملكية على عدد الأسهم. فالقيمة الدفترية إذن يتم الحصول عليها من دفاتر الشركة، تحديدا من السجلات المحاسبية وتحديدا من قائمة المركز المالي. إذن كيف يتم حساب القيمة الدفترية للسهم؟ أنك تقسم مجموع حقوق الملكية على عدد الأسهم. مجموع حقوق الملكية، تقدر تقول لي شنو الفرق بين رأس المال وحقوق الملكية؟ يوجد فرق. حقوق الملكية أشمل، حقوق الملكية هي تشمل رأس المال زائد مثلا علاوة الإصدار زائد الأرباح المحتجزة زائد الاحتياطات اللي تسويها الشركة، هذا كله تسمى حقوق الملكية. إذا قسمت مجموع حقوق الملكية على عدد الأسهم ستتحصل على القيمة الدفترية للسهم الواحد، في حين أن القيمة الإسمية للسهم الواحد زي ما قلت قبل قليل هي تقسم فقط رأس المال على عدد الأسهم، وقلنا القيمة الإسمية هي قيمة مسجلة في عقد تأسيس الشركة وعلى أساسها يتم توزيع الأرباح. إذن هذا هو الفرق بين القيمة الإسمية وما بين القيمة الدفترية التي يتم حسابها من دفاتر الشركة ومن السجلات المحاسبية وتحديدا من قيمة المركز المالي. ماذا عن القيمة السوقية؟ بالطبع القيمة السوقية يعني اللي هي يتم الحصول عليها في السوق المالي. القيمة السوقية هي القيمة التي تنتج نتيجة العرض والطلب. يعني مثلا انت كي تروح لسوق تداول وتشتري سهم، فرضا اشتريت سهم A ب 50 ريال. 50 ريال هذا يسمى القيمة السوقية للسهم. الثمن هذا أو السعر هذا تم الحصول عليه من خلال التقاء العرض والطلب. فيقدر يكون إذا السهم قيمته في السوق مثلا 50 ريال، وتقدر تكون قيمته الدفترية مثلا 20 ريال، وتقدر تكون القيمة الإسمية حقته 10 ريال. إذا فيه هناك اختلاف بين القيمة الإسمية، القيمة الدفترية والقيمة السوقية. القيمة السوقية زي ما اسمها يدل وهي سهلة، يعني هي القيمة التي تحصل في السوق نتيجة التقاء العرض والطلب، وبالطبع تأثر عليها العديد من العوامل، مثلا منها عوامل داخلية في الشركة، فكلما الشركة حققت أرباح راح يكون طلب أكثر على السهم وبالتالي ترتفع القيمة السوقية. لك تتأثر القيمة السوقية بمتغيرات كذلك اقتصادية محلية وإقليمية ودولية. على سبيل المثال مثلا نقول جائحة كورونا، عافانا وعافاكم الله إن شاء الله. الجائحة بالطبع يعني أثرت، فهي تسمى عامل خارجي، أثرت بالطبع على الأسهم، أثرت على القيمة السوقية، فبالطبع أثرت على يعني على عملية البيع والشراء، وبالتالي الأسهم تأثر فيها عوامل داخلية للشركة وكذلك عوامل خارجية، عوامل اقتصادية وعوامل يعني إقليمية ودولية. هذا بالنسبة إذا الفرق بين الأسهم، بين القيمة الإسمية وما بين القيمة السوقية وما بين القيمة الدفترية. يعني إذن إلى حد الآن رينا مع بعضنا القروض المصرفية، ورينا كذلك الأسهم العادية، رينا يعني مفهوم الأسهم العادية، ورينا الفرق بين القيمة الإسمية والقيمة السوقية والدفترية. والنقطة هذه هي مهمة، يمكن تطرح في الاختبار، يعني لازمك تفرق بين القيمة الإسمية والقيمة السوقية والقيمة الدفترية. نمر الآن إلى الحقوق كذلك المترتبة عن الأسهم العادية. مثلا المساهم أو حامل السهم، ما هي الحقوق التي يترتب عليها عند شرائه للسهم؟ زي ما قلت في البداية أنه له الحق في الحصول على أرباح لو الشركة حققت أرباح وقامت بالتوزيعات، أكيد يحق لحامل السهم كذلك التصويت
وأخذ القرار. المشاركة كذلك في إدارة الشركة يحق له كذلك لحامل السند أن يبيع السهم، ما ينتظر للشركة مثلا مدة معينة أو كذا، فهو يستطيع أن يبيع السهم. وكذلك يحق له لو لا صار في مثلا تصفية الشركة، الشركة أفلست، وبالطبع بعد ما نقوم بسداد أموال الدائنين أولا، فلو بقي جزء من القيمة التصفوية يحق كذلك لحامل السهم الحصول على النسبة من القيمة التصفوية. الآن احنا رينا الآن هذا من المزايا من منظور المساهم. ما هي مزايا إصدار الأسهم من منظور الشركة؟ ليش الشركة تصدر أسهم عادية؟ أكيد فيها يعني مزايا. من أكثر المزايا اللي تجعل الشركة تصدر الأسهم العادية أنها لا تمثل عبئا ماليا ثابتا على الشركة، أو نقول كذلك لا تمثل التزاما ماليا على الشركة. ما معناه؟ ما معناه لا تمثل التزاما ماليا على الشركة؟ معناها الشركة غير مطالبة بتوزيع الأرباح كل فترة، عكس السندات. السندات زي مارينا، الشركة مطالبة بدفع الفوائد كل فترة حتى لو حققت خسائر. هذا بالنسبة للسندات. السندات قلنا سابقا هي تمثل التزاما ثابتا على الشركة، في حين أنه الأسهم العادية لا تمثل التزاما ثابتا على الشركة. بعبارة أخرى، لو الشركة حققت أرباح فهي توزع، ولو قررت أنها راح توزع أرباح فتقوم بالتوزيع، ولو الشركة لم تحقق أرباح فهي غير مطالبة بتوزيع الأرباح. فإذا نقول هنا الشركة أو الأسهم العادية لا تمثل التزاما ماليا على الشركة. بعبارة أخرى، الشركة غير مطالبة أو غير ملزمة بدفع التوزيعات النقدية. كذلك من المزايا الأخرى أن حامل السند لا يحق له استرداد قيمة السهم من الشركة. لو بده يبيع السهم خلاص يقدر يبيعه في سوق تداول، في السوق الثانوي، وبالتالي يستطيع الحصول على الأموال. يعني هذا تقريبا أهم المزايا. كذلك يمكن بالنسبة للشركة أنها تقوم بتجزئة الأسهم، تقوم بتجزئة الأسهم. ما معناه؟ يعني لو لاحظت الشركة مثلا أن سعر السهم ارتفع في السوق، ولغرض تنشيط عملية التداول على السهم، يعني مثلا وصل سعر السهم 100 ريال أو 120 ريال، لنفترض 120 ريال سعر السهم، فتقدر الشركة في عوض يكون سهم واحد قيمته 120 ريال تقدر تقسمه إلى 6 أسهم وقيمة كل سهم 20 ريال. فهذه تسمى عملية تجزئة الأسهم، والهدف الأساسي حقاتها هو إيش؟ هو عملية التنشيط التداول على هذا السهم من جديد. ما هي عيوب الآن؟ ما هي عيوب إصدار الأسهم؟ ما هي عيوب إصدار الأسهم؟ بالطبع من وجهة نظر الشركة المصدرة، ما هي العيوب؟ احنا رينا منذ قليل الـ يعني المزايا، الآن راح نشوف العيوب. من أكثر العيوب التي تنتج عن إصدار الأسهم العادية هو احتمال فقدان السيطرة على الشركة. ليش؟ لأنه عندما الشركة تصدر أسهم عادية جديدة، فأكيد سيدخل إيش؟ سيدخل يعني مساهمون جدد في الشركة، وبالتالي نسبة توزيع الأرباح أو نسبة الملكية في الشركة تتغير. مثلا لنرى أنه شركة متكونة من شخصين، شخص أول يمتلك مثلا 51% والثاني 49%.
فلو دخل مثلا مساهم آخر فأكيد النسبة راح تتوزع الآن، ما عادش يصبح الشخص عنده 51%، راح تنقص النسبة حقته، وبالتالي هنا احتمال فقدان السيطرة بالطبع على الشركة، على أخذ القرار، على إدارة الشركة وما غير ذلك. هذه أول سلبية لإصدار الأسهم العادية. كذلك من العيوب أنه لا يمكن خصم الأرباح الموزعة من الضريبة، من الزكاة أو من الضريبة، لأنه لا تعتبر، يعني ليست زيها زي السندات، لأنه كانت تذكر السندات، قلنا السندات هي تمكن الشركة من توفير ضريبي، لأن فوائد السندات تخصم قبل دفع الضريبة. بالنسبة للأسهم العادية فهي تقوم بتوزيع والأرباح هذه على طول بعد الضريبة، يعني لا تمكن الشركة من توفير ضريبي. من العيوب كذلك المهمة لإصدار الأسهم أن تكلفة الأسهم العادية أكبر من تكلفة السندات. حسب رأيكم ليش؟ ليش تكلفة الأسهم العادية أكبر من تكلفة السندات؟ يعني مثلا تكلفة السندات نفترض 8%، تكلفة الأسهم العادية نفترض هنا 12%. بالطبع نقول تكلفة من وجهة نظر الشركة، لأن الشركة عندما تصدر ستدفع توزيعات للمساهمين، اللي هما توزيعات يعتبر بالنسبة للمساهم يعتبر أرباح. ليش المساهم يطلب عائد أكثر بالنسبة للأسهم العادية مقارنة بالسندات؟ أكيد العملية سهلة، لأن مخاطر الأسهم العادية أكبر من مخاطر السندات، لأنه حامل السند متأكد أو يعني سيتحصل على عوائد ثابتة، راح يتحصل على فوائد ثابتة، فأكيد العائد اللي راح يطلبه راح يكون أقل من العائد الذي يطلبه المساهم على الأسهم العادية، لأن المساهم المخاطر حقته راح تكون أعلى، لأنه يمكن يتحصل على أرباح ويمكن ما يتحصلش على أرباح. فتكلفة دائما الأسهم العادية تكون أكبر من تكلفة الأسهم، أكبر من تكلفة السندات. إذا هذا تقريبا أهم العيوب المتعلقة بإصدار الأسهم العادية. نمر الآن إلى المحور الرابع واللي راح نسوي عليه التمرين، وهو الأسهم الممتازة Preferred Stock. ما هي هذه الأسهم الممتازة؟ زي ما اسمها هنا يدل، أكيد هنا فيه يعني اختلافات مع الأسهم العادية. الأسهم العادية الآن نريناها، والآن راح نشوف الأسهم الممتازة. إذن ما هي هذه الأسهم الممتازة؟ الأسهم الممتازة هي نفسها، يعني هي ورقة مالية تتداول في السوق المالي، أوكي، وتعتبر ورقة هجينة أو أداة مالية هجينة. ليش قلنا هجينة؟ لأنها تأخذ من خصائص الأسهم العادية وكذلك من خصائص السندات، يعني فيها خصائص من الأسهم العادية فيها كذلك خصائص من السندات. كيف؟ مثلا الأسهم الممتازة هي تسجل في حقوق الملكية زي الأسهم العادية. الأسهم الممتازة ليس لها تاريخ استحقاق زي الأسهم العادية. تتشابه مع السندات في كونها تعطي لحاملها فوائد ثابتة، نسبة فوائد ثابتة، يعني تضرب القيمة الاسمية في نسبة الفائدة لتتحصل على فوائد الأسهم الممتازة. إذن هي تجمع بين خصائص الأسهم العادية وخصائص السندات، هيك علاش نقوله هي أداة هجينة. من الآن راح نشوف الأسهم الممتازة من منظور الميزات أو الحقوق. ماذا تعطي؟ لماذا الشركة تقوم بإصدار أسهم ممتازة؟ سؤال يطرح نفسه، ليش نطرح أسهم ممتازة؟ أوكي، الأسهم الممتازة ليش سميت هنا ممتازة؟ لأنه سيتم إعطاء للمساهمين نسبة أرباح ممتازة، نسبة أرباح عالية، يعني راح يعطيهم نسبة أرباح عالية، ويكون التوزيع كذلك قبل أصحاب الأسهم العادية. أوكي، ولكن ليش أعطينا نسبة أرباح ممتازة؟
قبل أصحاب الأسهم العادية، لأنه في المقابل يتخلى حامل السهم الممتاز على عملية التصويت وإدارة الشركة. يعني الأسهم الممتازة هي صح، يعني نعطيه فيها عائد ممتاز لحملة الأسهم الممتازة، رح يتحصل على عائد ممتاز ويتم الحصول عليه كذلك قبل أصحاب الأسهم العادية، ولكن في المقابل يتخلى عن حق التصويت وحق الإدارة. فالأسهم الممتازة إذن أحد الأدوات التي تستعملها الشركة للحصول على تمويل طويل الأجل. طويل الأجل، الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات والقروض المصرفية طويلة الأجل والأرباح المحتجزة، كلها مصادر تمويل طويلة الأجل. يعني هي طريقة للحصول على تمويل طويل الأجل ما غير ما تخسر الشركة أو ما غير ما تفقد الشركة السيطرة، أو ما غير ما تفقد المساهمون السيطرة على الشركة، لأن أصحاب الأسهم الممتازة صحيح سيتحصلون على أرباح ممتازة، ولكن لا يحق لهم التصويت وأخذ القرار في الشركة. فقرتنا الآن رح نحسب تكلفة الأسهم الممتازة. كيف يتم حساب تكلفة الأسهم الممتازة؟ المقصود هنا بتكلفة الأسهم الممتازة يعني تكلفة الأسهم من منظور الشركة، كم يتكلف عليها إصدار الأسهم الممتازة. خلنا نقرأه هنا المثال، وبعدين راح نشوف أنه فيه 3 حالات. لنفترض شركة أصدرت أسهما ممتازة، القيمة الإسمية للسهم 100 ريال، القيمة الإسمية للسهم، ونسبة توزيع الأرباح 10%. إذن هذه 10% نسبة توزيع الأرباح، والقيمة الإسمية للسهم 100 ريال. نفقات الإصدار تمثل 5%. بالطبع هذه النفقات اللي راح ياخذها مثلا البنك الاستثماري متعهد الإصدار الذي سيقوم بالإشراف على إصدار الأسهم من سعر البيع المتوقع المطلوب. حساب تكلفة السهم الممتاز. قبل كل شيء هنا راح نحسب تكلفة السهم الممتاز ب3 حالات. الحالة الأولى، نفترض أن بيع السهم الممتاز بنفس القيمة الإسمية. ما معناه؟ أنه بعنا السهم الممتاز للجمهور بنفس القيمة الإسمية، يعني ب 100 ريال. الحالة الثانية اللي راح نشوفها، أنه نفترض أن بيعنا السهم الممتاز بسعر أعلى من القيمة الإسمية، يعني زودنا على القيمة الإسمية اللي هي 100 ريال، زودنا عليها كم؟ 10%. بعبارة أخرى راح يكون هنا سعر البيع كم؟ 110. ف110 هنا نقول بعنا السهم بعلاوة، بعنا السهم الممتاز بسعر أعلى. والحالة الثالثة راح نحسب كذلك تكلفة الأسهم الممتازة، إذا افترضنا أن الشركة باعت السهم الممتاز بخصم، يعني بأقل من قيمته الإسمية. هنا بخصم بكم؟ ب5%. بعبارة أخرى الشركة في الحالة الثالثة باعت السهم ب95 ريال. ليش؟ لأنه لو نخصم 5% من 100 بالطبع نلقى 5، ويفضل هناك 95. رح نبدأ إذن بالحالة الأولى، قلنا إذا تم بيع السهم الممتاز بالقيمة الإسمية. قبل كل شيء نستعرض القانون حقنا، أو أمامكم هذا القانون كذلك سهل مو صعب حفظ هذا القانون. إذا تكلفة السهم الممتاز يساوي عندنا كسر إذن بسط على وتقسيم على مقام. عندنا بسط هنا الأرباح السنوية الموزعة، هذا البسط إذا حقتنا أهو البسط، أوكي، والمقام هذا سعر السهم الممتاز مضروب في 1 ناقص نفقات الإصدار الأسهم الممتازة. يعني أنت مش تحسب تكلفة الأسهم الممتازة، راح تقسم الأرباح السنوية الموزعة على سعر السهم الممتاز مضروب في 1 ناقص نفقات إصدار الأسهم الممتازة. ترى نبدأ ونطبق هذا القانون على المعطيات حقتنا.
نبدأ راح نحسب مع بعضنا البسط. البسط إيش هي؟ هو الأرباح السنوية الموزع. هذه الأرباح السنوية الموزع كيف جبناه؟ الأرباح السنوية الموزعة هو تضرب القيمة الاسمية للسهم في نسبة توزيع الأرباح اللي هي 10%. 100 ريال مضروبة في 10% فستكون توزيعات الأرباح السنوية 10 ريال. خلاص هذا البسط. إذا البسط زي ما تروا 10 ريال هو التوزيعات أو الأرباح السنوية الموزعة. سهلة، تضرب دائما القيمة الاسمية في نسبة التوزيعات. أوكي، الآن المقام عندنا راح نحسب المقام. المقام إيش فيه؟ المقام هنا عندنا سعر السهم الممتاز اللي هو في مثالنا هنا. سعر السهم هنا الممتاز كم سيكون هنا؟ هو نفس القيمة الاسمية، لأن افترضنا في الحالة الأولى قلنا بيع السهم بالقيمة الاسمية، فسعر السهم الممتاز إذن سيكون 100، نفس القيمة الاسمية. سعر السهم الممتاز يساوي القيمة الاسمية يساوي 100 ريال. إذن مضروب في، افتح قوس، واحد ناقص، هذا الواحد يعني دائما معامل ثابتة هنا، واحد ناقص ايش؟ نفقات الإصدار. نفقات الإصدار في التمرين هي 5%. خلي نعوض هنا. تكلفة السهم الممتاز تساوي البسط اتفقنا اللي هو 10 ريال جبناه من الخطوة الأولى، تقسيم ايش عندنا في المقام هنا؟ سعر السهم الممتاز، سعر السهم الممتاز هو 100 مضروب في قوس آخر، واحد ناقص تكاليف الإصدار. تكاليف الإصدار في مثالنا هما 5%، يعني 0.05، تطلع النتيجة 0.1053. نحولها إلى نسبة مئوية تطلع 10.53. 10.53 هذه تسمى تكلفة الأسهم الممتازة أو تكلفة إصدار الأسهم الممتازة، على فرضية أنه تم إصدار الأسهم الممتازة بالقيمة الإسمية. ما معناه بعبارة مبسطة؟ يعني على كل 100 ريال حصلت عليها الشركة من عند أصحاب الأسهم الممتازة فستدفع تكلفة 10 ريال 0.53، 10 ريال تقريبا ونص تكاليف. إذا هذه الحالة الأولى. نمر للحالة الثانية. الحالة الثانية رح نحسب تكلفة الأسهم الممتازة، ولكن نفترض هنا أنه تم بيع الأسهم الممتازة بسعر أعلى. نقول تم بيع السهم الممتاز بعلاوة بسعر أعلى. كم افترضنا هنا السعر الأعلى من القيمة الإسمية؟ بكم؟ ب10%. يعني هنا بعبارة أخرى بعنا السهم الممتاز 100 زائد 10% مضروب 100، يعني 100 زائد 10 ريال تعطينا سعر بيع السهم الممتاز في الحالة الثانية 110. الأرباح السنوية هي نفسها ما تتغير، دائما القيمة الإسمية للسهم مضروبة في نسبة توزيع الأرباح 10 ريال. خلاص اتفقنا فيها من البداية، دائما نسبة التوزيع هنا راح تكون ثابتة. اللي راح يتغير هنا في القانون ثلاثة حالات بليز، هو سعر السهم الممتاز. في الحالة الأولى كان سعر السهم الممتاز هو نفسه القيمة الإسمية، والآن في الحالة الثانية سعر السهم الممتاز هو نفسه إيش؟ هو يعني هو بالعكس، أنا مش نفسه القيمة الإسمية بل زيادة عن القيمة الإسمية ب10%. العملية سهلة، نطبق إذن القانون. الأرباح السنوية الموزعة كالعادة 10 ثابتة، نضرب القيمة الإسمية دائما في معدل النسبة الموزعة. والمقام هنا ايش عندنا؟ سعر السهم الممتاز في الحالة الثانية 110، لأننا بعنا السهم بعلاوة زي ما تلاحظوا هنا، زودنا على ال 100 ريال علاوة إصدار، مضروب في 1 ناقص 5%، وجدنا النتيجة 0.0957، نسبة مئوية 9.57. النتيجة تبدو منطقية، انخفضت عما كانت عليه في الخطوة السابقة. كانت تتذكر في الخطوة السابقة كانت التكلفة 10.53، هذه لو بيعت بالقيمة الإسمية، ولو بيعت بسعر أعلى من القيمة الإسمية فنلاحظ أن التكلفة قلت. وهذا منطقي، ليش؟ لأنه بعنا السهم الممتاز بسعر أعلى من قيمته الإسمية. هو مسجل في العقد 100 ريال وراح ناخذ فوائد على أساس 100 ريال، ولكن
تم بيعه على أساس 110، فبالطبع التكلفة على الشركة راح تنخفض. الحالة الثالثة والأخيرة، إيش راح نفترض في الحالة الثالثة هنا؟ راح نفترض أنه تم بيع السهم بخصم، تم بيع السهم بخصم. يعني هنا ما معنى تم بيع السهم بخصم من القيمة الاسمية؟ يعني بعناه بأقل من القيمة الاسمية، قيمته الاسمية 100 ريال وقمنا بيعه ب 95 ريال فقط لجلب المستثمرين مثلا هنا. فهنا إذا الحالة الثالثة ثم سعر بيع السهم الممتاز ب 95، فقط اللي راح يتغير في المعادلة هنا هو سعر السهم الممتاز اللي تلاحظوا فيه هنا. نطبق القانون كالعادة، الأرباح السنوية الموزعة هي نفسها 10 ريال اللي وجدناها في الخطوة الأولى، تقسيم على المقام عندنا 95 فقط هنا سعر السهم الممتاز لأنه قلنا بيع بخصم مضروب في واحد ناقص تكاليف الإصدار زي ما قلنا من البداية 5%، تطلع النتيجة 11.08 و 11.08. بالطبع هذه تكلفة السهم الممتاز لو بيع بخصم. تلاحظوا يعني هنا أنه في حالة بيع السهم الممتاز بخصم فإن التكلفة راح ترتفع على الشركة، التكلفة زودت على 10%. ليش زودت على 10%؟ لأن أو زودت على أصلا حتى على الحالة الأولى زودت على 10.53 وكانت طبعا أكثر. ليش؟ لأنه هنا الشركة ستتحمل خسارتين لو صحت العبارة، الخسارة الأولى أو التكلفة الأولى، أو راح أفضل أقول التكلفة الأولى هي الفوائد اللي راح تدفعها للمستثمرين اللي هم 10%، بالإضافة إلى ذلك ستتحمل مصاريف نفقات الإصدار، وكذلك ستتحمل أنها تبيع السهم الممتاز للجمهور ب 95 ريال بالرغم أن القيمة الإسمية المسجلة في العقد 100 ريال، بالرغم أن الفوائد التي سنعطيها لحامل السهم الممتاز 10 ريال حسبناها على أساس القيمة الإسمية، ولكننا سنبيع فقط السهم الممتاز 95 ريال. الشيء هذا يجعل إيش؟ يجعل أن تكلفة إصدار الأسهم الممتازة في الحالة الثالثة تكون أعلى وأكبر. إذن هذا بالنسبة للأسهم الممتازة. المحور الأخير بلقائنا اليوم هو الأرباح المحتجزة. فما هي إذن الأرباح المحتجزة؟ الأرباح المحتجزة كذلك هي تسمى مصدر من مصادر التمويل طويل الأجل والمتاح للشركة، ويعتبر مصدر تمويل داخلي. لو الأسهم العادية مصدر تمويل خارجي لأن نحتاج مساهمين، القروض المصرفية كذلك مصدر تمويل خارجي، السندات مصدر تمويل خارجي. كي نقول خارجي يعني خارجي عن الشركة، ولكن الأرباح المحتجزة هي أرباح في الشركة وتعتبر مصدر تمويل داخلي يعني داخل الشركة، فهي أرباح احتجزتها الشركة سابقا أو اقتطعتها الشركة سابقا كاحتياطي وتحتاجها في عملية التمويل. ما هي مزايا الأرباح المحتجزة؟ أكيد يعني لهنا ما فيهش زي الأخرى، يعني تكاليف الإصدار ستكون أقل نسبيا من تكاليف إصدار الأسهم العادية، وتكلفتها ستكون هي تقريبا تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار. كذلك لهنا يعني ما لا يعني عملية التمويل بالأرباح المحتجزة ما يتطلبش مثلا إما رهونات أو موافقات أو كذلك أو ضمانات أو رهونات أو ما غير ذلك، لا، لأنه هذه أموال تبع الشركة، وبالتالي العملية يعني تكون العملية سهل، عملية الحصول والتمويل بالأرباح المحتجزة لأن هي أموال تبع الشركة فيكون الحصول عليها أسهل.
لذلك تكاليف الإصدار نوعا ما تكون أسهل وتعادل تكلفة الفرصة البديلة. ما هي عيوب التمويل بالأرباح المحتجزة؟ أكيد يعني من أكثر العيوب أن الأرباح المحتجزة ليست دائما متوفرة في الشركة، خاصة إذا خذينا شركات جديدة. إذا خذينا شركة جديدة أكيد فيعني تقدر تكون ما عندهاش أرباح محتجزة، تقدر ما سويتش هذه الأرباح المحتجزة، وبالتالي هذا المصدر ليس متوفر لكل الشركات، متوفر للشركات الكبيرة والتي يعني يكون عندها عدد سنوات معين، وكذلك يعني يتطلب أنه يكون الشركة تحتجز كل سنة أرباح لكي تتحصل على الأرباح المحتجزة. كذلك أن المصدر هذا ليس متكرر، يعني ما تقدر تستعمل كل مثلا دائما، لأن الأرباح المحتجزة أكيد يعني ثم أنظمة، ثم قوانين، ثم تشريعات تنظم الاستخدام بالأرباح المحتجزة اللي هي تبع الملاك، فبالطبع ثم يعني جزء يتم توزيعه، ثم جزء يتم الاحتفاظ عليه، كذلك ثم راه احتياطات تقدر تكون كذلك نظامية، ثم احتياطات نظامية، ثم احتياطات اختيارية، فبالتالي هذا المصدر يعني ليس دائما متوفر بالنسبة للشركات. هذم أهم المحاور الخاصة بهذا اللقاء. كان نعود نذكر بسرعة قبل ما نعطيكم سؤال كويس، أن نرينا اليوم مصادر التمويل طويلة الأجل. وصلنا في المصادر التمويل طويلة الأجل واللي بدينا فيها الأسبوع الفارط، كان تتذكروا عندما تطرقنا إلى السندات. السندات هي مصدر من مصادر التمويل طويل الأجل. نفس الشيء بالنسبة للأسهم العادية، مصدر تمويل طويل الأجل. القروض المصرفية مصدر تمويل طويل الأجل. القروض المصرفية طويل الأجل قلنا هي قروض يتم الحصول عليها من قبل المصارف، وتكون فترة استحقاقها أكثر من سنة، في الغالب أكثر من 5 سنوات، 7، 10، 15 وما غير ذلك، ويترتب الحصول عن القروض المصرفية فوائد. وقلنا كذلك القروض المصرفية أو طويلة الأجل الهدف من الحصول عليها هو تمويل الاستثمارات. رينا بعدين الأسهم العادية، وقلنا الأسهم العادية هي أداة ملكية، فهي أداة تثبت لحاملها حصة أو ملكية في الشركة، فإذا هي ورقة مالية قابلة للتداول. بالطبع عندها عيوب ومميزات، من ضمن العيوب بالنسبة للحامل السهم أنه يحق له التصويت وأخذ القرار والحصول على أرباح في صورة الشركة حققت يعني أرباح. كذلك توجد مزايا بالنسبة للشركة المصدرة، أنه قلنا لا تمثل التزاما ثابتا، تحديدا لا تمثل التزام ثابتا على الشركة. من ضمن العيوب وكذلك قلنا من ضمن المزايا أنه يمكن تجزئة الأسهم. من ضمن العيوب قلنا أنه احتمال فقدان رأس مال أو السيطرة على الشركة، لأن عملية إصدار أسهم جديدة سيساهم في تشتيت رأس المال. بعدين رينا الأسهم الممتازة. رينا ما هي الأسهم الممتازة؟ ما الفرق بينها وبين الأسهم؟ ما الحقوق المترتبة عن الأسهم الممتازة؟ ورينا كذلك كيف نقوم بحساب تكلفة الأسهم الممتازة. واخذينا 3 حالات، الحالة الأولى عندما يباع السهم الممتاز بنفس القيمة الإسمية، والحالة الثانية عندما يباع السهم الممتاز بعداوة بسعر أعلى، والحالة الثالثة عندما يباع بخصم. أوكي، إذا ورينا في الأخير الأرباح المحتجزة اللي كنت نحكي فيها الآن. إذا عندنا مثال راح أقرأه، تبعوا معنا، تبعوا معايا. أو هذا أحد الأسئلة التي طرحت سابقا، أو يمكن يعني تتعلق بالأسهم الممتازة. إذا ركزوا جيدا معايا. أصدرت شركة أسهم ممتازة بقيمة اسمية 500 ريال للسهم الواحد. أصدرت شركة أسهم ممتازة بقيمة اسمية 500 ريال للسهم الواحد، ونسبة أرباح ثابتة 9%. إذا قيمة اسمية 500 ريال، قلنا نسبة أرباح ثابتة 9%. تم بيع السهم الممتاز للمستثمرين بسعر أعلى من القيمة الإسمية بنسبة 10%.
تم بيع السهم الممتاز للمستثمرين بسعر أعلى من القيمة الاسمية بنسبة 10%، يعني بعبارة أخرى 550 ريال تم بيعه للمستثمرين، نفقات الإصدار 3% من سعر بيع السهم الممتاز. السؤال: تكلفة السهم الممتاز تساوي، تكلفة السهم الممتاز تساوي، راح أعطيكم هنا خيار، 9% أو 8.43% أو 9.28% وأخيرا 8.67% 8.67%. إذا نعود، أصدرت شركة أسهم ممتازة قيمة اسمية، بقيمة اسمية 500 ريال، حاول نكتبها، إذا قيمة اسمية 500 ريال للسهم الواحد، نسبة أرباح أو نسبة توزيعات أرباح تسعة في المية، تم بيع السهم للمستثمرين بسعر أعلى من القيمة الإسمية بنسبة 10%، يعني سعر بيع السهم الممتاز قلنا زيادة 10%، 10% تضربها في 500 تعطينا كم؟ 50، زودها على 500، يعني سعر بيع السهم الممتاز بعبارة أخرى هو 550 ريال، ونفقات الإصدار، نفقات الإصدار 3%. طبعا السؤال هنا تكلفة السهم الممتاز، وأعطيتكم الخيارات 9%، 8 43، 9 28 و 8 67. نقدر هنا ترجعوا نحط أمامكم القانون حق الحساب بتاع تكلفة الأسهم الممتازة، أهو أمامكم القانون تقريبا نفس الفكرة، هنا بعنا السهم الممتاز بعلاوة، هذا القانون أمامكم. اللي سويناه منذ قليل، فإذا ما هي الإجابة حسب رأيكم؟ الأرباح السنوية، يعني أول شيء تحسب الأرباح السنوية الموزعة، عندك القيمة الاسمية، وعندك نسبة التوزيعات، تقدر تحسب الأرباح السنوية الموزعة. في المقام إيش عندك؟ سعر السهم اللي هو 550 ريال مضروب فيه 1 ناقص نفقات إصدار الأسهم الممتازة. أعتقد العملية أصبحت أسهل الآن، فإيش اقتراحاتكم؟ ننتظر عن نور، عنا وسام، عنا بيان، ايش رأيكم؟ هل في محاولات او نقوم بالحل؟ هذا القانون بالضبط هو تبقوه، وسام 9.28، أوكي نحتفظ بهذه الإجابة.
اوكي نبدأ بالحل. وسام، من ضمن الأشياء انت لاحظوا جيدا انه وقت يتم بيع السهم الممتاز بسعر أعلى من القيمة الاسمية فإنك تنتظر أن تكون، نعم فإنك تنتظر، لا مش نعطيك شيء اللي أشياء قبل ما تبدأ الحساب تقدر تستبعدها من الخيارات هنا. ثم هنا اثنين خيارات راح استبعدهم مباشرة، ما تقدر تكون الإجابة هما، واللي هما تحديدا 9% و 9.28. ليش؟ لأنه لا تقدر تكون وقت ثم بالطبع وقت ثم اللي هو نفقات إصدار، أكيد ما راح تكون نسبة تكلفة إصدار الأسهم الممتازة هي نفسها نسبة التوزيعات. أنا قلت لكم في التمرين نسبة التوزيعات 9%، وعندنا هنا نفقات إصدار أكيد 9% سيتم استبعادها. ثاني شيء، وقت يتم بيع السهم الممتاز بسعر أعلى ننتظر أن التكلفة تكون أقل من التكلفة اللي موجودة في التمرين. التكلفة اللي موجودة في التمرين كم؟ هي 9% أو نسبة التوزيعات الأرباح 9، وبما أننا بعنا السهم بعلاوة فإن تكلفة الإصدار ننتظر أنها تكون أقل. أوكي؟ فلهنا خلينا نتبقوا مع بعضنا، اش عندنا بليز؟ عندنا الارباح السنويه، الارباح السنويه كيف نجيبها هنا؟ نضرب 500 ريال مضروبه في 9% هذا البسط، 500 مضروبه في 9% هذا البسط. المقام اش عندنا هنا؟ سعر السهم الممتاز، ماشي هو سعر السهم الممتاز هنا؟ عندنا 550 اوكي؟ مضروب في اللي هو ايش؟ واحد ناقص كم نفقات الاصدار اللي هو 3%. ما اعرف هنا لو اوكي هل يمكن هنا اوكي كتابه شيء ممتاز. لو نحل هنا امامكم، اذا سنسوي هنا عندي في البسط كالتالي، الحل كالتالي راح اكتب العمليه هنا امامكم، 500 مضروبه في 0.09 9%، هذا ايش يعطينا اذا الان؟ هذا يعطينا الارباح الموزعه، هذا البسط ايش العمليه هنا؟ اوكي راح بليز نشيل الكل، اوكي راح نعود، قلنا 500 مضروب في 0.09 اوكي هذا البسط، هذه الارباح السنويه الموزعه تقسيم ايش مقام الان؟ سعر السهم الممتاز اللي هو 550 مضروب في 1 ناقص تكاليف الاصدار في هذا التمرين 0.03، لانه 3% هي 0.03، تطلع النتيجه يساوي 0.0843، حولها الى نسبه مئويه يعني النتيجه هي ب، نعم نور بالضبط ب 8.43%. ممتاز، اذا هذا هو الحل حقة الكويز اللي اعطيته. اذا بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، شكرا على الحضور والمتابعة، يعطيكم الصحة، خاصة اسماء تتكرر في الحضور يعطيكم الصحة، ان شاء الله الامور واضحة. نلتقانا اذا باذن الله تعالى الاسبوع المقبل يوم الاثنين في لقائنا الحي السادس. شكرا جزيلا وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله. عفوا عفوا ومرحبا بكم. السلام عليكم.